تحية مسائية من جديدة لكل متابعي برنامج 24 قراطة في كل مكان. وصلنا معاكم لثاني فقراتنا من خلال حلقة اليوم، موضوع الترند. في ترند اليوم بنتكلم عن الجانب النفسي والمعنوي للمواطن مع تزايد الأزمات. من منا لا يعلم حاليا تزايد الأزمات بالنسبة للوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي بالنسبة للشباب وبالنسبة لمعظم يعني فئات المجتمع العمرية المختلفة. حنتكلم في الموضوع ده أكثر. سعيدين تكون معنا داخل الاستوديو دكتورة نعمات الزبير بشير، أخصائي نفسي وتعديل السلوك وتوحد. أهلا ومرحبا بك. أهلا ومساء الخير، ومساء الخير على كل المشاهدين. كيف أخبارك؟ تمام؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. بداية يعني خلينا نتكلم عن الواقع النفسي أو الحلول النفسية اللي ممكن يعني الزول يقدر يقدمها. زي ما كلنا عارفين الأزمات كل يوم والتاني متزايدة، فرؤيتكم اتجاه النقطة دي شنو؟ هي طبعا الأزمات نفسها بتولد مشاكل نفسية اسمها نفسية الأزمة. فعشان نحن نقدر نواجه الأزمة نفسها لازم نعي إنه في أزمات، والأزمات دي لا تصنيفاتها. إذا كان أزمات نفسية، إذا كان أزمات اقتصادية، إذا كان أزمات وعثرات سياسية، إذا كان أزمات عامة يعني. فسيكولوجية الأزمة نفسها لما يكون في أزمة بتتولد السيكولوجية بتاعت الأزمة. سيكولوجية الأزمة دي بتكون رد فعل للأزمات الحاصلة اللي هي من الإحباط، اليأس، الجشع، الشفقة بنلقاها، بنلقى الأنانية، الإفراط، ما بقول التقشف ده ممكن تكون حاجة كويسة. دي من الحاجات اللي بتولدها الأزمات، والأزمات بتولد حاجات حالات لا أخلاقية كثيرة، وبتولد شعور بالعدائية وبالتنمر، وبال حتى الإنسان بيكون ما متوافق مع نفسه بعدم التعكير المزاجي، بعدم الانضباط والاتزان النفسي. ففيه حاجات كثيرة الأزمات دي بتولدها أحاسيس ومشاعر عشان تتواكب مع الأزمة دي، وبتكون رد فعل طبيعي للأزمات الناس اللي بتعيشها كل يوم. لكن حتى الأزمة نفسها، أنا أهم حاجة عندي إنه بتولد شعور باللا أخلاقية. باللا أخلاقية بمعنى المواطن نفسه بيكون أناني، بيكون سلوكه تجاه الآخر ما بيكون السلوك الطبيعي. ده بمعنى استغلال الأزمات، استغلال الأزمات لحاجات شخصية بالضبط. أو إنه دائما الإحساس بتاعنا بيكون إحساس فردي، ما بيكون إحساس جماعي. أنا عاوز أعمل الحاجة الفلانية، أو أنا أمشي بدري، أو أنا أستغل الوضع بالوساطات، أو حتى في البنزين، الصفوف تحت البنزين بتلقى إنه الواحد واقف في الصف بتاع بنزين وعامل زحمة وأي حاجة ممكن بس عشان يكب لتر بس بسيط يعني. بخاف إنه العربية مثلاً بالشفقة تنزل من النص، بتولد الأزمة بتاعت الأزمة يعني. دي نوع من أنواع الأزمات اللي بتولدها. يا ريت يعني وقدر نحن ما الأزمات دي حاولنا أن نخلص منها، بالتالي بتكون الحياة بتكون بالنسبة للناس طبيعية، وبيعيشوا في سلام وبيعيشوا مع بعض، وبيرجع التكافل الاجتماعي، وبترجع الحاجات السمحة حقتنا كلها. طيبة، يعني من خلال حضورك يعني مثلا في الشارع، يعني المواطنين يعني هل مصابين يعني بإحباط أو توتر أو قلق من الوضع العام ده، وكيف الناس ممكن تتعامل معه؟ المواطنين كل يوم الضغوطات بتزيد عليهم، نحن ما ناخذ الحاجه دي منهم، والحاجه دي بتولد ضغط عصبي ونفسي عالي شديد. ليه؟ لانه انت بتصحى من الصباح بيكون المزاج بتاعك عكران شديد، لانه انت حتمشي الصف، حتمشي وانت ما تلقى الحاجه، يمكن الحاجه اللي بتلقاها ما تقدر عليها حتى ماديا يعني او اقتصاديا. ففعلا الحاجه دي بتولد مشاعر كثيره سالبه للمواطنين، يعني حتى بتلقى انه الواحد الأداء بتاعه الوظيفي بيكون قليل. ليه؟ قليل جدا. لأنه بيكون المردود الوظيفي أو المادي من الوظيفة ما بغطي المعيشة. فحتى وطنيا اجتماعيا نحن كبلد عشان نمشي لقدام، الأزمة دي بتعمل لنا عثرات، هي مش في البيت وبس، كوطن حتى يعني. لأنه الأداء بتاع المواطن، أنا ممكن أطلب من مواطن فاقد الشيء لا يعطي. مواطن محبط، مواطن كل يوم بيعاني، مواطن كل يوم واقف في الصف، مهدر وقت، مهدر طاقة، مهدر جانب كثير من النفسيات بتاعته، ويمشي الشغل بعد كده ما تتوقع إنه هو حيدي لك أي أداء، والأداء يكون طبيعي وشير الشغل يكون طبيعي، فبتأثر في كل الحاجات. طيب حتى ممكن يكون يعني في علاج يعني حاجة غير الجانب المادي ده، يعني تقدر تخلي للمواطن يزيد ثقته في نفسه يعني وتحببه للعمل وحياته اليومية؟
هي في حاجات نقاط نحن لو وفرناها اعتقد انه المواطن مشكلته ما مشكلة العيش الليلة او بكرة او مشكلة العيش او المعيشة، انا بتكلم عن في العموم. المشكلة في الشفافية، المشكلة الضوء وين؟ انا ما ممكن امشي الطريق ده معك لحد الاخر، لكن توريني انه في الاخر في ضوء، في امل. واحنا كلنا عايشين بالضبط، لكن يكون في شفافية ويكون في وضوح بالضبط. يعني هسه حاليا في ازمات كثيرة، لو في شفافية، لو في محاسبية، لو في مسؤول طلع يا جماعة الازمة بتاعت الكهرباء دي هي حاصل فيها كده وحتنتهي بالفترة كده وحنعمل كده ونحن باذلين مجهود عشان يحصل كده، المواطن مستعد يقعد لك ان شاء الله سنة او سنتين لكن يكون عارف في الوضع. اي بالضبط، لو هو عارف انه الازمة هي شنو وليه وحتتحل متين. هي دي في حد ذاتها أزمة على فكرة، عدم المعرفة والجهل هو أزمة. هيقول لك أنا ما عارف أنا الحاجة دي هتحل متين، دي حاجة محبطة شديد. لما أنا يكون عندي تاريخ معين أنا عارفة إنه في انتهاء أزماتي أو إنه في ضوء أخضر بعدين أنا هلقاه، فبعيش في على أمل كويس يعني إنه أكيد الحياة هتتيسر يوم أو يومين. لكن أنا لو ما عارف، لو ما عارف دي ذات إشكالية حاليا في نقطة. أنا لو ما عارف دي يعني حصلت أزمة في حاجة الناس بقت تتقبلها، اليوم الثاني بتحصل أزمة في حاجة نفس الحكاية الناس تقدر يعني بتتقبلها، بقى يعني حالة من الإحباط وحالة من القلق وعدم المبالاة يعني بصورة عامة. خلينا نقول هو في حاجات كثيرة أزمات متوقعة. الإشكالية كان بعد الثورة الشباب كان عندهم توقعات أو الناس عموما عندهم توقعات عالية شديد، فالتوقعات العالية دي ما كانت توقعات واقعية. ما في زول وقف ووداهم جرعات بتاعت وعي قال لهم انه بعد الثوره بعد ما يكون لمده سنه سنتين ثلاثه احنا حنعاني في كده وفي كده وحنحصل كده والمفروض يحصل كده والخطوات اللي احنا حنعمل، يعني ما في تهيئه. لا انا معك في النقطه دي، يعني انا معك في أيوة. في حيث انه ما في تغيير بيكون بين يوم وليله. لكن حاليا يعني اغلبيه الناس اللي طلعت عشان الثورة وعشان الشارع يعني بتقول حتى الحاجات الأساسية بقت ما متوفرة، فبالتالي أنا بضمن لي شنو إنه الحاجات الرفاهية بعدك أنا أضمنها. ما هي أنا قلت كده، يعني إحنا عارفين إنه الحياة ما حتكون مليانة ورود، يعني بعد الثورة حتكون فيها عثرات كثيرة، لكن التنوير والتوعية مهمة شديد. إنه في إصلاح حاصل، إنه في حاجات حاصلة، وإنه نحن ماشيين في الطريق بتاع الإصلاح. حتى العبور نحن هنعبر كيف ومتين وبيئته آلية، ده مهم شديد عشان نحن نقدر نتعامل مع الحتة دي. يعني إحنا بنتعامل معاه بالأمل بالتفاؤل، كلنا مأملين في إنه بكرة حيكون أحلى وبكرة حيكون أجمل، والحاجات الحاصلة دي حاجات حاصلة بالنسبة لنا اختبار صعب شديد صح. كلنا بعد نعيشه لو ما عندنا الحتة بتاعت الأمل دي. تأكد ما في ظل بيصحى من الصباح وبيعمل اي حاجه. التفاؤل والامل ده ما ممكن يقل يعني مع ازدياده الازمات والظروف. اكيد بيقل، لكن يبقى طالما انه في بكره، طالما انه في شباب، طالما انه لسه الثوره مستمره، طالما انه في اراده بتاعت شارع، انا اكد لك انه الامل حيبقى ما حينتهي ما حيتلاشى. في متلازمات في الخط الموازي، في إحباطات أيوة، في يأس أيوة، في مشاعر سالبة كثيرة صحيح، لكن الأمر موجود. عنصر الشباب زي ما ذكرت أنت عنصر مهم جدا. من خلال حديثنا قبل شوية كنا نتكلم أن الشباب يعني كانوا عندهم توقعات وللأسف يعني انصدموا بالواقع، فكيف يقدروا يعني يتعدوا المرحلة دي أو كيف نقدر نعالج النقطة دي؟ الشباب نفسهم بعد الثورة ما حصل لهم استيعاب، بمعنى إنه هم كان كثير بيقول لك ما نحن ما جاهزين لما بعد السقوط. ما بعد السقوط ده ما برنامج، كانت في تواريخ محددة قاعدة اللي هي بعد ما يوم 11 بعد ما سقطت الحكومة يعني، وبعد ده كان في شنو حيحصل شنو حيجي شنو. الشباب ديل لحد دلوقتي بيعانوا وبيعافروا في الحياة، مش شباب بس، أي مواطن سوداني صحيح. إحنا في حالة بتاعت كفاح مستمر، والحالة بتاعت الكفاح مستمر ده والحالة بتاعت إنه أنا قلت لك إحنا ماشيين لأمل، ماشيين لهدف إنه نحن حنبني البلد دي. الحالة دي هي اللي مخلي الشباب ده مدفوع لسه، يعني ما فقد الأمل، يعني
وحتى الإحباطات الحاصلة بتحصل منها الإحباطات بعدها حتكون في انكسارات بعدها تكون في هزايم. ليه؟ لأنه في حالات بتاعت خذلان وبتحصل. التعاطي بتاعي أنا، التعاطي بتاع الشاب، التعاطي بتاع الشاب الآخر، ما كلنا بنتعاطى بنفس الطريقة. صحيح. وما كل الأفعال أنا اللي بأخذها، أنا ما بيأخذها أي زول في الشارع بنفس الطريقة. حتى بينات الشباب، في الشباب اللي فعلا أحبط رمى السلاح وبقى قاعد وخلاص الحاجة بالنسبة له انتهت والجيت أوت بقى صعب شوية. أغلبية الشباب حاليا بس يفكروا في الهجرة. أغلبهم بيفكروا في الهجرة. صح، بيفكروا في الهجرة حاليا. صح صح. لكن إحنا عندنا سنبك، يعني مش الهجرة دي تحت السنبك، في سنبك بتاع الحياة، السنبك المنصنع ونحن عشان نحن نعبر به. الكلام أتمنى إنه الكلام ما يكون وردي، لكن إحنا دورنا إنه نبعث الأمل في الشباب ونديهم القوة إنه أنت فعلا أي حاجة أنتوا قادرين قادرين قادرين. مش الشباب وبس، الوطن كله قادر. يعني الناس حتى يعني ما بتلقى إنه في الدرجة بتاعت يعني مثلا إحنا كأخصائيين نفسيين مثلا النسب بتاعت الاكتئاب، النسب بتاعت الانتحار، النسب بتاعت الجنون، الذهان، الانفصال، يعني دي ما برضو نسب نحن ممكن نتلقاها أخيرا في متوفرة وموجودة في مجتمعنا السوداني. هي موجودة. نعم. لكن أنا ما بقدر أقول لك إنه ده سبب الشيء الفلاني. أيوة ممكن يكون سبب منا أسباب كثيرة، أسباب كثيرة حصلت لنا ونحن في السكة والناس كلها عارفينها. صحيح. لكن يعني ممكن ما تكون سبب رئيسي، لكن هي من المسببات. أيوة. لكن النسبة كم نحن ما عارفينها. نسبة الناس المكتئبة، نسبة الناس الخلاص يعني وصلت لمرحلة إنه حاسة إنه الحياة انتهت يعني بالنسبة لها. لكن الناس اللي لسه ماشية في السكة بتمد أكثر. أكيد إن شاء الله. طيب دكتورة نعمات، يعني إحنا كيف نقدر نخلق حلول نفسية في ظل التردد الاقتصادي بصورة عامة؟ زي ما قلت لك نحن ناس بندي الأمل دائما، بنطلع القوة الداخلة والكوامل الداخلة في الشباب وبنديهم الجرعات اللي هي بتعينهم فيما بعد إنه ممكن يواجهوا الحياة. نحن مقصرين، مقصرين على مستوى البلد، مقصرين على مستوى التخصصية، مقصرين على كل المستويات. إحنا ما عاملين شغلنا صح، وحتى نحن برضو يعني لو عملنا شغلنا صح ولو مشينا ولو أدينا أيدينا للشباب دي، لو عملنا برامج كثيرة، لو عملنا منابر، لو المسؤولين ذاتهم اختلطوا في الشارع. يعني حس في فجوة بين النخبة النخب وبين الشارع، والفجوة دي تأكد إنها حتتسع 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 طالما إنه ما في التقارب بين الشارع وبين النخب دي أو المسؤولين. التقارب ده مهم شديد. التجارب في شنو؟ في انه انت تنزل للشارع، يكون عندك برنامج، يكون في منابر، يكون في وعي كامل، يكون في ضحايا كثير. دل كانوا الناس متوقعين انه خلال يعني فعلا في القياده العامه وفي الاعتصام فعلا كان دل الحاجات اللي كانت بتحصل، يعني كل ما تحصل حاجه كان من خلال منصه القياده العامه يعني بيصدر بيان او كذا. لكن مما تغيرت الاحداث بقى ولا حس اللي من يناني. صحيح. لكن ما يعني احنا دائما نقول never too late، يعني ما الوقت ما تاخر على انه الناس تحاول ترجع الحاجات زي ما كانت. في شغلات كثيره شغلت البلد بالذات الاوضاع الاقتصاديه، شغلت الناس شديد او شغلت الشباب. الشباب نفسهم ما عايشين حياتهم الحياه الطبيعيه زي الحياه بتاعت الشباب برا مقارنه. صح. بالشباب برا، الشباب البرا بيستمتع بالحياه والحاجات متوفره له والدنيا كويسه، بيمشي في خططه، بيكون عامل خطة. أسي ما في شاب بيقدر يعمل له خطة هنا في البلد دي. طيب لو جينا نقسم نقارن بكفة بين الشاب السوداني أو الشاب خارج السودان، بنلقى إنه الشاب خارج السودان في يعني بقدر ما بيكون مثلا شغال وظيفة معينة أو في مكان معين بقدر ما هو منجز، على عكس الشاب السوداني اللي بيكون شغال أكثر من وظيفتين أو ثلاثة وظائف هنا في السودان. تمام. منجز دي ذاتها نقف فيها. هي أيوة فعلا. منجز دي هي نسبية. الإنجاز ده في شنو؟ الإنجاز إذا كان وظيفي أوكي تمام، الشاب البرة هو منجز وظيفيا. ليه؟ لأنه متوفر عليه كل الحاجات من الدولة. لكن شبابنا نحن منجز فيه بطريقة أخرى. منجز ده قاعد يبني في بلد، بيبني في حياة، بيعافر كل يوم، قاعد يشوف في سعادة أنت ما تتخيلها قدر شنو التغيير اللي حصل حتى في الحرية بيني وبينك. أصلا إحنا الكلام اللي بيننا ده ما كان موجود، يعني المساحات اللي هم أدونا ليها حتى هم وفروا لأسرهم ووفروا لنا إحنا كوطن، الجمعيات اللي هم قايدين
توفير الغاز، توفير البنزين، العيش، صفوف الحاجات زي دي. يعني هم صح ما عايشين الحياه بتاعتهم زي الناس برا مثلا، الرفاهيه والسعاده لكن السعاده نفسها حاجه نسبيه. سعادتهم في الانجاز، سعادتهم في انه يشوفوا زول الدوكيز عيش وطلعوه من الصفراي الكبير. السعاده بتاعتهم انه لما يشوفوا انه فعلا الحكومه بتاعتنا بقت تفهم الشارع، او بقت على الاقل يكون افعال ردود فعل للشارع او تعمل له اعتبار حتى في التغيير السياسي الحاصل، في التغييرات الكامله اللي احنا حتى هم الشباب تمردوا على روحهم. زمان يعني جينا احنا طبعا انا ام وعندي اولاد، فبنشوف انه الشباب ده شباب سيستم وشباب بتاع حفلات وبارتيهات والبنطلون العامل كيف والقيافات والكذا، لكن هم لا، ده ذاته هم نفسه تغيير في فكرنا انه لا نحن ما بالشكل انت عشان تحكم علينا، احنا تمردنا على كل حاجه، حتى تفكيرك ناحيتنا نحن قلبنا لك. فحصلت قلبه شديده، ودي في حد ذاته انجاز 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 كبير، يعني انجاز بتاع الحريه ما بعديها يعني. صحيح، حتى لو ما اقتصاديا يعني. صحيح صحيح. دي في النقطه بتاعت الانجاز. طيب في النقطه بتاعت يعني المقارنة ما بين الشباب، يعني أنا ليلة مثلا واحد من أسرة مثلا عندي قريبي سافر اقترب، في حين أنه بشوف أنه حسن وضعه الاقتصادي وحسن وضع اقتصاد ناس بيتهم، في حين أنه أنا قاعد هنا على الأقل بقضي بس في متطلباتي الأساسية أنا كفرد. صح. فكيف نقدر نوازن الموضوع ده من ناحية نفسية على الجهتين؟ لو انا قعدت هنا في البلد وزي ما قلت عارفه انه الازمه حقتي دي مثلا حتتحل بعد سنتين ثلاثه، السودان ده حيكون افضل واحسن من الحته اللي مشى ليها زول الثاني. زول الثاني حيتمنى يجي راجع للبلد. احنا كلنا عايشين بالحاجه دي، عايشين انه السودان بتاع بكره حيكون افضل واجمل واحسن بمليون مره من الاماكن اللي مشغول بها الناس زيله يعني. ثاني حاجه هي فعلا حاجة مهمة شديد، يعني ده لو نحن مثلا من ناحية نفسية يعني مثلا، لكن الأولاد يعني عندهم مستقبل، عندهم حياة، عندهم تأثيرات نفسية ذاتها على الشاب. صح بالضبط، وفي ضغوط نفسية يعني أنت لازم توفر لك ولأسرتك ولأبوك العيان أو الدواء العلاج وتذر يعني أي حاجة. دي مهمة شديد يعني للشاب إنه يفكر إنه يهاجر أو يشوف الثاني، والثاني بالنسبة له غدوة، بالنسبة له إنه هو زول فعلا يعني قدر يوفر حياة كريمة لأسرته. نعم. فهو بالتالي بتلقاه مش، لكن ما معناها النضال بينتهي. يعني الناس اللي قاعدين برا برضو قلوبهم على الوطن. صح. يعني كونك أنت مشيت برا ما معناها أنت مشيت برا هربت من جوا مشيت برا. لا بالعكس، يعني صح. إحنا كلنا مغتربين. فالحياة بتاعت هنا بتاعت العيشة الكريمة بتاعت السودان والاستقرار والأسري والاستقرار حتى بتاع البلد ساهموا فيه كثير الناس اللي برا. فدورك برا وجوا واحد. صح. اعتقد يعني صح، في النهايه انت بتشوف الحاجه اللي بتقدر تساعد بها والحاجه اللي بتقدر تقدمها. صحيح. صحيح. نجي لنقطه ثانيه مهمه اللي هو تاثيرات القضايا الثوريه يعني على المواطن وعلى الشباب. زي ما كلنا عارفين كان في القيادة العامة حصلت مجموعة من الأحداث متتوالية، فالتأثير بالنسبة على الفرد على الأحداث دي كيف، وإلى الآن يعني موضوع الشهداء راسخ في ذهني كل مواطن. فكيف الناس تقدر تتعامل مع النقطة دي؟ دي نقطة مهمة شديد وموجعة على فكرة. المتطلبات دي في الحاجة اللي أنت قلتها بتاعت الاعتصام وفضل الاعتصام والمشاكل اللي بعدها يعني فيما بعدها قبلها وفيما بعدها. الناس دي لما جات كانت بتحلم بمدينة فاضلة، وعملوا المدينة الفاضلة دي فجأة كل حاجة تلاشت. لا في مدينة فاضلة ولا في ناس فاضلين ولا في حياة فاضلة. ده المخلفات الفض بتاع الاعتصام، إنه هو ما حاجة بتاعت بندقية ولا بتاعت حاجة بتاعت غدر ولا حاجة بتاعت وحشية، لا هي كان أثر النفسي حيمتد لأجيال وأجيال لسنين لسنين. هي كان ناس بنت قصر كبير وفجأة القصر ده بقى رماد. القصر ده فيه كل المقومات بتاعت الحياة اللي ممكن فيها السودان المصغر حيكون فيه كل الأخلاق الكريمة. الحاجة دي بقت انتهت، مش انتهت من الناس لا، لكن دي الأمل والحاجات اللي كانوا عايشين بيها. السودان كان مرسوم في خيال كل بالضبط. واحد كان بيجي القيادة في اللي أخوه مات، في اللي قدم شهيد، في اللي قدمت شهيدة، في الأب الفقد أولاده، في الناس اللي جرحت نفسياً بعد فضل الإعصام، وده أعمق جرح على فكرة.
انه ممكن والمصابين العاديين، المصاب العادي ده ممكن يمشي الدكتور وكذا وكذا، واحنا بالرغم من هوله الحاجه اللي شافها يعني يكون مصاب من برا ومصاب من جوا. الحاجه النفسيه، الاثر النفسي اللي حد اسده وما حيتمحي الا بحاجات كثيره وبشغل كثير وبلجان وبعلاج وبحاجات يعني وبتطوير البلد بنفسها. يعني انت لما تشوف انت عملت حاجات كثيره وفي مردود، ده في حد ذاته مبرر كافي لانك انت تتعافى وتكون كويس. فالجروح النفسيه اللي حصلت للناس، انا من الناس اللي يمكن انا ما كان عندي دور كبير كانه قاعده في البر، لكن دورنا كان كبير لما كنا قاعدين برا. لكن انا لما اجي مره بالقياده بقول كانت هناك مدينه فاضله، كان عباره عن سودان مصغر بالضبط. كان هناك في حياه، كان هناك في ناس، كان في ضجيج، كان في فجاه كده بقت ما في. فالحاجه حتى انت مرورك بالقياده مرور موجع، فبيترك فيك يعني بتقول مينو كان قاعد هنا وما في هسه وما عارفين الاهل اللي حاصل له وشنو. فالقياده كانت حاجة، ولحد هسه نحن ما قادرين نتخطى الحتة دي. وحنتخطاها لما العدالة تنجز، حنتخطاها لما السودان ده يبقى بلد جميل وبلد وبلد أمان وبلد يستوعبنا كلنا وبلد مستقر اقتصاديا وأمنيا، وكل الحاجة اللي بنحلم بها تحققت. تخيل لنا بعد ذاك كله ممكن نتعافى ونعبر يعني. أكيد طبعا. طيب نجي لنقطة ثانية ممكن تكون برضو مهمة، الجانب النفسي بالنسبة للمواطنين. وهل إلى الآن يعني في الوصمة بتاعت إنه الزول ده مثلا مريض نفسي يمشي لأخصائي نفسي أو اختصاصي نفسي، فهل الحاجة دي ما زالت إلى الآن متوفرة وكيف نقدر نعالجها؟ هي متوفرة وكثيرة، لكن ما زي أول طبعا. يعني الناس شوية استفهمت يعني إنه الطبيب النفسي ده زيه زي أي طبيب، يعني بيعالجك بتاع قلب بتاع أطراف بتاع كلى، هو زيه زيهم بس بيعالج النفس من جوا. عندنا الموروث بتاعنا، الموروث بتاعنا ده إيش فيه إشكالية بتاعت إنه الوصمة بتاعت إنه لما تمشي للطبيب النفسي معناه أنت مجنون، يعني زي الحاجة المعروفة. الحاجة الثانية برضو من المواريث بتاعتنا، الناس بتستسهل إنها تمشي للشيوخ وتمشي للصوفية وتمشي للعلاج اللي إحنا كلنا بنعرفه بالزار أو العلاج بتاع الأعشاب، لكن ما بتقدر يعني بتحس إنها لو مشت للطبيب النفسي بيكون الطبيب النفسي ده بالنسبة لها وصمة، وبالنسبة لها حتى ما بحسوا إنه ممكن هم حيكونوا كويسين. يعني لحد أسا هي الاحتقاد بالطبيب النفسي إنه هو حيخلينا أكون كويسة ضعيف شديد، ده برضو من الاحتقادات. واحتقادنا بإنه ممكن الشيخ ده يبقيني أنا كويسة قوي شديد. صحيح. للأسف بعض المتعلمين عندهم نفس الرؤية بتاعت إنه لو مشوا للشيوخ وكذا ممكن يكونوا كويسين. أنا ما بقول القرآن على فكرة، التحصين بالقرآن أو الواحد يمشي لزول مقري أو العلاج بالقرآن، ده ما بيمنع بتاتا إنه أنت تمشي للطبيب النفسي. يعني ممكن تعملون الاثنين، يعني ما بتعارضوا مع بعض. ليه؟ القرآن ده ما فيه أمان وفيه السلام وفيه حاجات كثيرة، حاسس جوا روحانية عالية شديد ما بدك لا إلا القرآن. يعني الروحانيات مع النفس بيمشوا في طريق كويس شديد وبصلوك للحتة الآمنة اللي أنت عاوز تصليها بعدين. عاوز شغل إعلامي كبير، الشغل بتاع الأطباء النفسيين، عاوز شغل بتاع توعوي كثير، عاوز نزول للميدان، عاوز الناس تأمن به، وعاوز رجة كده في المجتمع. اللي هي احنا عندنا مشكلة بتاعت وعي ومشكلة كبيرة بتاعت التوعية. احنا حتى كمواطنين ما عارفين حقوقنا وين، ولا نمشي وين، ولا نجي من وين، ولا المفروض علينا على الدولة حقوقنا وين. نحن لسه ما ملمين بالحاجة دي، فما بالك بإنه الحاجة بالطبيب النفسي. محتاجين يعني وعي كامل، ومن أي زول يعني من الحتة اللي قاعد فيها يعني حاول يعني ينشر الوعي ده ويثقف المجتمع. صحيح. دكتور أحمد، وإحنا في خواتيم يعني حوارنا وفقرتنا الليلة، رسالة لكل المجتمع ولكل الشعب السوداني حاليا بشاهدنا داخل وخارج الوطن. أنا بقول للشعب السوداني يعني ما كلام الناس بتردده، فعلا أنا بعليهم. أنت أسعد شعب في الدنيا أنا شفته. يعني قد لا يتفق معي الكثير بيقول لي لا نحن تعسى ونحن كده، لا، أنت لأنه قادر أنك تصنع السعادة. السعادة لناس كثيرة كانت بالنسبة لهم هبة، لكن أنت صانع، أنت كل يوم بتغير في حياة، أنت كل يوم بتنجز، أنت كل يوم بتعلم. يعني الناس لما يقول لك أنت فعلا معلم بتاع شعوب، معلم بتاع شعوب،
شعوب ده مش انت يعني قاعد وبتوري في الناس انت قاعد تعمل في شنو، حياتك اليومية دي كلها حصص ودروس نحن قاعد ناخدها منك. صحيح. يعني الصبر، الجلد، حتى الحرفنة، حتى الأزمة دي ولدت نحن ناس نكون اقتصاديين فعلا، كيف نقتصد، كيف نحن نراوغ في الحياة دي كويس ونكون محترفين لتسيير الحياة. يعني عندنا مهارات احنا بنسير بها حياتنا اليومية، ما اعتقد اي شعبي لو عنده البسيطة اللي عندنا نحن بيقدر يمشي حياته بها. احنا شعب جميل والله. الحالة الاقتصادية والاحباطات الحاصلة والواقع الأليم دي إن شاء الله ما تكون النهاية، وأنا عارفة إنه بكرة يكون أحسن، ويا ريت إن شاء الله وبين كلنا إحنا حنبني البلد دي وبيكون حد عبر بها لقدام إن شاء الله، ونحن قادرين وإنتوا قادرين إن شاء الله. شكرا لك كثيرة دكتورة نعمات الزبير بشير اختصاصي نفسي وتعديل سلوك وتوحد، شكرا لك ونورتينا اليوم في 24 جرام. شكرا شكرا لك.